هذا المؤتمر تحت اسم قهوة مصالح، هذا مؤتمرنا الثاني اللي منقيمه لرجال ونساء الأعمال، أصحاب وصاحبات المصالح، مستقلين مستقلات، أصحاب مكاتب، مبادرين في بداية طريقهم. يعني مجموعة المشاركين إذا بتشوفوها هي مجموعة جدا جميلة ومتجانسة من أجيال عديدة، الهدف منه تعزيز المعرفة الاقتصادية وإعطاء معلومات وآليات بكل ما يتعلق بالإدارة الصحيحة لشؤون المصالح والأعمال، الأخص أنه إحنا كمجتمع عندنا نقص يعني في أطر اللي هي تساعدنا بأنه تكون عندنا هاي المعلومات وهاي الآليات. لا شك أنه إحنا منواجه مشكلة اقتصادية عندنا بشكل عام وخاصة بالمجتمع العربي، وطبعا هاي المشكلة موجودة في كل المصالح، بس كتير مهم الواحد بالفعل يكون عنده هيك هدف، يكون واضح أنه المصلحة تبعته عم تعطي خدمة للناس عشان يقدر يحس أنه بالفعل في حاجة لها. كتير مهم بمرحلة معينة عند الشخص هيك لما بوصل لمرحلة بلوغ ونضوج وبعرف بالضبط شو اللي بده إياه، بحب يكون مستقل، في حاجة هيك داخلية عند الإنسان يكون مستقل، مش يأخذ الأوامر من فوق ومش يقولوا له إيش يعمل، فهذا واحد من الأسباب اللي بخلي الواحد يفتح مصلحة. أبرز التحديات اللي أنت واجهتيها أو اللي ممكن تواجهها سيدة أعمال في افتتاح، وأنت أيضا مدربة شخصية، فأنت الإشي كان يمكن أهون عليك من شخص تاني، قديش صعب أنك تفتحي مركزك الخاص للتدريب وشو واجهت صعوبة؟ أنا برأيي قديش الإشي بشد إنه الواحد يكون مستقل، بس هي خطوة كتير كتير مهمة تكون مدروسة كتير منيح، لازم يكون في دراسة للسوق، دراسة للاحتياجات، ودراسة بالفعل قديش أنا جاهزة إن أنا أفتح هذا المحل. التحديات اللي أنا واجهتها إنه أنا نسبياً الموضوع اللي أنا بشتغل فيه هو نسبياً موضوع جديد، فكان عندي كتير مهم بالأول بالفعل إن أشتغل على رفع الوعي في المجتمع وبالناس اللي حوالي، قديش هذا الإشي مهم، شو هذا الإشي بعطيهن، شو هذا الإشي بيساعدهن، فكتير كان مهم لإلي، شقت طريقي مش بسهولة، فبعد فترة بالفعل هيك من مجهود بالبداية بلشت أحس أنه أنا عم بحصد النتائج. شو رأيك بهذا اللقاء؟ شو أهداف هذا المؤتمر؟ شو رأيك فيه؟ أول إشي المؤتمر جدا رائع، هذا مش المؤتمر الأول، المؤتمر الثاني، وأنا دائما بشارك. أنا بشكل خاص شخص اللي بحب دائما يطور حاله وأروح لمحاضرات وأثقف حالي، برأي المؤتمر بالفعل هيك بأخذ نقاط كتير مهمة في المصالح التجارية وبحكي عنها اليوم الحديث. إسا هيك كنا في البانل الأولاني، البانل الأولاني كتير مهم كيف إحنا نتعامل مع الزباين، الأسلوب الحديث، كل موضوع التوجه، كيف الواحد يتوجه للزبون يقدر يفهم بالفعل إيش الحاجة تبعته ويحاول يلاقي حل لها. وأنا صراحة وضع شوي صعب بالنسبة للجائحة اللي مرقت علينا مش من زمان، الكورونا، وعم نحاول قدر المستطاع إنه نقدم كل بما فينا عشان نقدم الشغل عندنا. التحديات اللي أنت واجهتيها كسيدة أعمال، وشو بتواجه رجال أعمال مصاعب؟ إيش الأشياء الصعبة اللي ممكن تواجهوها؟ الأسعار، غلاء الأسعار يعني علينا إحنا كمان كأصحاب محلات، كتير الأسعار غليات صاروا يغلوا علينا، والزبون كمان إحنا نغلى. الاستيراد والتصدير، أنت كصاحبة محل أطفال كمان بتجيبي من برا، قديش الاستيراد والتصدير إشي كتير صعب أو ممكن يكون مكلف أيضا؟ هو إشي كتير حلو وكتير هو صعب وحلو بنفس الوقت، بس إحنا منعود الزباين على الأشياء المميزة، عشان هيك أنا بفضل إنه أجيب من خارج البلاد، أستورد أنا، أكون مميز نوعا ما عن غيري. الوضع الاقتصادي اليوم بالمجتمع العربي بقدر أقول إنه شوي صعب نتيجة الظروف اللي مرقناها بالسنوات السابقة، هذا الوضع بيؤدي إلى تضعضع كتير من المصالح إن كان تجارية وإن كان يتسور، وهذا أدى لإفلاس كتير شركات. بشوف إنه الشغلات التجارية ومصالح زي محلات الأكل وما شابه كتير الشباب وجيل جديد بيستعجل إنه يفتحها نتيجة سهولة إنه تيجي اليوم تستأجر محل تفتح هالمصلحة، بس من ناحية تانية ما بيكون في دراسة جدية من قبل هذا الشاب أو الصبية للمصلحة اللي هو بده يفتحها، هذا بيؤدي لكتير من المرات إنه هالعيسك أو هالمصلحة ما يستمرش لفترة زمنية طويلة. المضبوط إذا أنا بدي أجي أقيم يعني شو الصعوبات اللي أنا بلاحظها من خلال شغلي، هي اليوم التحروت الكبيرة والمنافسة بالضبط، والمنافسة اللي بتأدي إنه الأسعار تنزل لدرجة إنه ما توفي للمصالح، لدرجة إنه يعني المصالح الكبيرة اللي موجودة اليوم عم تأكل المصالح الصغيرة،
فالإنسان المفروض أنه يدرس منيح الوضع اللي هو موجود فيه والبيئة اللي هو موجود فيها ونوع المصلحة. يعني في دراسة المفروض مع استشارة خبراء اللي يرافقوه بهاي الفترة السابقة. شو رأيك بهذا اللقاء؟ شو أهداف؟ المضبوط، هذا اللقاء كتير 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 فعال وناجح. أول إشي الاحتكاك وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال، هذا إشي كتير مطلوب. الوعي اليوم صاحب المصلحة كل ما بزيد وعيه لأمور عدة، لتجديدات إن كان بالقانون وإن كان بالتكنولوجيا وما شابه، هذا راح يدعمه ويأسس مصلحته بشكل أقوى وأنجح. في فترة من الفترات عن جد كان في، خلينا نقول، نزول بالمصالح، خاصة بعد الظروف اللي مرقنا فيها، كورونا وأشياء كثير. لا اليوم كثير في تقدم، كثير يعني الإشي كثير واضح، عمالين نتقدم، حتى عم بتطلع يعني على الناس الحمد لله، يعني بشكل عام صارت تطلع تشتري، صار في سفر، كثير كثير تطور، يعني الإشي تغير. منلاحظ بالفترة الأخيرة افتتاح الكثير من المحلات والمصالح التجارية في بلدتنا العربية، شو السبب برأيك؟ اليوم الناس، أنا مثلا بحكي عن نفسي، أنا كنت معلمة سابقا، الإشي كثير كان بده جهد، بذل طاقة جدا جدا عالية، فاليوم أنا بطلع على راحتي الشخصية، راحتي النفسية. صح أنا معي لقبين، لقب أول لقب ثاني، ومتعلمة كثير شغلات، بس اختارت بالآخر مجال اللي أنا أرتاح فيه نفسيا على الصعيد الشخصي أول إشي. وبعدين إشي كثير حلو، واليوم بتتعرف على ناس كثير، في المجالات المصالح يعني اليوم كمان بتقدمك أكثر من إنك تضلك بس مجرد إشي صغير. يعني شو أبرز التحديات اللي بواجهها رجال الأعمال وسيدات الأعمال اليوم في مجتمعنا العربي أصحاب المحلات؟ مجبورة تواكب التقدمات، التطورات. يعني مثلا أنا بحكي على مصلحتي أنا، بما أنه ملان مصالح اللي هي، خلينا نقول، كوسماتيكا وتجميل، فأنا اليوم إذا بديش أتطور وأجيب الأشياء الحديثة، الأجهزة الحديثة، أنا بضل محل. كون كمان على الاستيراد والتصدير، شو رأيك بضل؟ مجبورين، يعني هذا الإشي اللي بس بيطورنا. اليوم في كثير منافسة قوية جدا جدا.